مشاهدينا الكرام، مشاهدي بيت للكل، اهلا وسهلا بكم معنا من القاهره مع اسره بيت للكل. خليني ارحب بزملائي اللي موجودين معايا في الاستوديو. برحب بيك يا لانا، برحب بيك يا خالد، وبالتالي بنرحب بكل مشاهدينا وحلقه جميله فنيه باذن الله تستمتعوا بيها. شكرا يا شافكي، وشكرا يا لانا، وطبعا بنمسي على زميلنا احمد شكري في العراق. اولا انا يعني ممتن تماما أن أكون جزء من فريق العمل هذا الذي يقدم محتوى يلامس حاجات واهتمامات المواطن العربي ويرقى لمستوى ما يطمح إليه المواطن العربي في هذا. أهلا بك في استوديو القاهرة، أنت بدأت في العراق طبعاً. لكن طبعاً. لا أنا مسيت على زميلنا في العراق أحمد شكري طبعاً. مسبيرو ده قصة كبيرة، يمكن طبعاً. أنا كتبت في واحدة من المرات عن عظمة هذا المكان أكيد. وما يعنيه لكل إعلامي ومثقف ومواطن عربي، لأنه كان مصدر المعلومة الوحيدة على مستوى الوطن العربي، نسمع منه الأخبار ونسمع منه أم كلثوم، نسمع طبعاً. يعني كلام صحيح. علشان هيك مشاهدينا حلقتنا لليوم راح تكون حلقة شيقة وخاصة، لأنه بنحكي فيها عن العمل الفني المصري، فضيفنا هو أحد نجوم الدراما المصرية، فخليكم معنا بعد ما نشاهد هذا التقرير من العراق الشقيق. ممثل وفنان عراقي، ولد في بغداد عام 1951 جواد الشكرتشي، تخرج من معهد الفنون الجميلة في بغداد، له الكثير من الأعمال الفنية داخل وخارج العراق. أول أعماله الفنية كانت مسرحية الغضب، أطل علينا بشهر رمضان المبارك هذه السنة في عمل درامي الماروت بدور البطولة مع نخبة من الأسماء الفنية العراقية، يعرض من خلال شاشة قناة العراقية العامة. تناول أحداث ومتغيرات شهدها العراق خلال الأعوام الأخيرة من خلال قصة امرأة فقيرة في حي البتاوين في بغداد، حول تعرضها لظلم كبير فتقرر استجماع قوتها لمساعدة الشباب ومساندتهم. تجسيده لهذا الدور في المسلسل بدأ أقرب إلى الحقيقة من خلال دمج الخيال بالواقعية. خراب وخراب، والخراب باب لعهد جديد. عاصر أجيالا مختلفة من قامات المسرح العراقية، ومن ثم التلفزيون والسينما، منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم. لبرنامج البيت للكل، أدي الجمال العراقية.